ونحن مبارك كان في عنا حالة مشتبهة، صار في نقاش كتير عليها وتم أخذ مسحات من المريضة وإرسالها إلى مخابر الصحة العامة للتأكيد أو النفي بموضوع كورونا. الحقيقة هلأ من تقريبا ثلث ساعة طلعت النتيجة سلبية، يعني نحن بنرجع بنقول وإنه سوريا خالية من فيروس كورونا. نحن من بداية 21/1 وقت أعلنت الصين بأنه في فيروس منتشر وأعلنت الانتشار، تم أخذ الاحتياطات بالإجراءات اللازمة على المنافذ الحدودية بشكل كامل. عنا ما يقارب 1126 مركز صحي فيهم أطباء وتمريض متمرسين على الأمراض السارية والمزمنة اللي هن جاهزين لأخذ مسحات من اللي هن بيكون عندهم اشتباه. تقريبا شيء 40 حللنا 40 حالة تقريبا وكلهم سلبيات. الحالة المشتبهة هي توصيف لحالة المريض، تحاليل مجانية، ووقت اجت الخبيرة هي أكدت لنا قبل ما نبلش، كان في خبيرة من المنظمة ودلت 3-4 أيام لحتى قالت أوكي هلأ فيكم تبلشوا، أخذتوا اعتمادية مثل اعتمادية مخبر الأمراض الطارئة. هلأ الحالة المشتبهة هي سيدة عمرها 75 سنة، كان عندها إصابة ذات رئة مزدوجة، وهي من الكرايتيريا المعتمدة أنه إذا في حالة ذات رئة مزدوجة أنه تتدخل، فضمن الأصول الطبية وضمن الشيء العمل مع وزارة الصحة تدخلت على المشفى، حطت بغرفة عزل. الفحص الفيصل بموضوع الكورونا هو البي سي آر، نطمن المواطنين أنه طلع البي سي آر سلبي، يعني هالحالة ليست حالة كورونا، وهي مو أول حالة، كتير حالات مشتبهة أنه كان عندها ذات رئة وكله طلع سلبي.